أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة طلاب الصف السابع. اليوم درسنا الأول في الوحدة الأولى، وهو نص أدبي بعنوان الوفاء بالعهد. كما نعلم، عرف العرب منذ زمن طويل بالوفاء، حتى أصبح الوفاء بالعهد صفة من صفات النبيلة التي يتميز بها العرب. ونصنا الأدبي الذي بين أيدينا هو نص جميل يتحدث عن رواية جميلة حدثت في عصر النعمان بن المنذر. كما نعلم، النعمان بن المنذر ذهب في يوم من الأيام للاصطياد كعادته، فتاه في الصحراء، فاستضافه أحد العرب وهو الطائي، ولم يكن لديه سوى شاة فأطعمه منها. وفي يوم من الأيام اضطر الطائي إلى زيارة النعمان من أجل أن يطلب منه المعونة، وكانت هذه المساعدة في يوم بؤس النعمان. فكان هذا اليوم أي شخص يأتيه يقوم بقطع رأسه أي قتله. فالقصة تتحدث عن قراد الذي كفل الطائي أن يعود إليه بعد عام، فعاد، فسميت الرواية الوفاء بالعهد. بشكل عام، إذا ننظر إلى الأسئلة نشاهد الفكرة العامة للنص هو وفاء الطائي وتضحية قراد. السؤال الثاني، كيف ترى موقف الأعرابي في مواجهة الملك؟ موقف شجاع، يعني الأعرابي فهمت عشون؟ موقف شجاع يدل على نبل أخلاقه. ما الذي جعل النعمان يعدل عن عادته السيئة؟ عندما رأى الوفاء من الطائي طبعا. ننتقل ثانيا المعنى اللفظي والدلالي. اشرح معنى الفعل لاحة. لاح لهم شخص من بعيد، تأتي بمعنى أقبله. لاح النجم في الظلام، تأتي بمعنى ظهر النجم في الظلام. لاح البرق بين الغيوم، لمع البرق بين الغيوم. الآن السؤال الثاني، وهو إشارة صح أو خطأ للمترادفتين أو المتضادتين. عندنا الكلمتان بؤس ونعيم. البؤس عكس النعيم، فنضع إشارة إكس. القوت والطعام، قوت نفسه هو الطعام، يعني مرادف لكلمة الطعام، نضع إشارة مساواة. الثواب العقاب، عكس العقاب هو الثواب، وعكس الثواب هو العقاب. أخيرا عندنا التذوق، سنتناول ما وجه الشبه بين كل موقف الطائي وقراد، هو الوفاء، وأيضا نقدر نضيف التضحية. ما المشاعر التي انتابتك وأنت تقرأ القصة؟ أكيد مشاعر اعتزاز وافتخار بموقف كل من الطائي وقراد. وهكذا أعزائي الطلبة انتهى درسنا الوفاء بالعهد. أتمنى أن استفدتم من هذا الدرس الجميل ومن العبرة التي في آخره. شكرا لكم.